هي كل مباراة لها ظروف على فكرة، يعني الاتحاد ما كانوا جادين ونزلوا كذي برخاوة، بس المباراة قوية يعني، يعني النادي الأهلي معروف وما يحتاج بعد، ولاعبينه كلهم الحمد لله والشكر، والأهلي المناوة ما قصر يعني، لعبوا الليلة بريلاكس بهدوء أعصاب وجابوا النتيجة، جابوا النتيجة. والله احنا توقعنا ان الغربي المحترف ماله او النجوم اللي عنده، بس ما اشوف يعني الصراحه انه منافس لنادي المنامه، ما شفنا منافس لهم. والله شو اقول لك اخوي، مستحق، ومثل ما يقولون اللعب الجماعي هو اللي يعني مثل ما يقولون اللعب الجماعي هو اللي يحسم الامور، والحمد لله حسمنا الامر وهارك الاهلي. والله يا اخوي شو اقول لك، المفروض مباراه الاتحاد احنا نكون غالبين، بس سهاله اللاعبين للاسف اتت المباراه الى خساره المنامه.